صباح الخير واهلا بكم في الفقره الرياضيه من برنامج صباح اليمن اليوم. في فقره النهارده هنتكلم عن تمارين الكارديو. تمارين الكارديو بترفع معدل ضربات القلب وبتحسن دوران الدم في الجسم، ده بيساعد على حرق السعرات الحراريه وخساره الوزن، وكمان هيزود نشاطكم وهيحسن لياقتكم البدنيه. نقدر نمارس التمارين دي في اي مكان، ممكن نمشي نجري او نركب عجل، وكمان ممكن نختار التمارين اللي تناسبنا زي الايروبكس او الزومبا. تمارين الكارديو بتساعد على تحسين القوه والمرونه وتقويه الجهاز التنفسي وبالتالي تحسين الصحة العامة. دلوقتي كوتش بسيوني هيقدم لكم جلسة كارديو رائعة هتساعدكم تبدأوا يومكم بنشاط وحيوية. صباح الخير، احنا النهاردة هنتكلم على تمارين ليه علاقة بالكارديو، وان انا احسن لعضلة القلب والنفسي علشان ده بيساعدني اكتر في ان انا امارس حياتي بأريحية. اول حاجة طبعا اقدر اعملها ان انا اجري في المكان لمدة 30 ثانية، او ممكن اتحرك بشكل سريع لمدة برضو 30 ثانية، الكلام ده ممكن اعمله 3 مرات. نفس الكلام ممكن اعمل الجامبينج جاكس لمدة 30 ثانية واوسع المدى، او اتحرك بسرعة جدا وانقل وزني على كل رجل لمدة 30 ثانية في 3 مرات. وممكن ابتدي اخش اشغل معاها الكور بان انا بعمل وضع البلانك اللي هو وضع الضغط، وببتدي اعمل هاي ني رن ان انا او الماونتن كلايمر بجري لمدة 30 ثانية. لو صعب عليا ممكن اعمل كده اهو بكل سرعة، اهم حاجة احاول اثبت النفس بتاعي بحيث ان انا استفيد. اقدر برضو اعمل جامبس لمدة 30 ثانية، لو صعب عليا ممكن اجي برجلي الاثنين وارجع لورا برضو بسرعة، وزي ما اعمل برجلي اليمين لازم اعمل برجلي الشمال. وطبعا اقدر اخش في تمرين البيربيز، ونفس الكلام ليه فاريشن كتيرة جدا، ليه ان انا اعمله بالنط او ان انا اعمله رجل ورجل، وبرضو زي ما اعمل باليمين اعمل بالشمال. وده بالنسبة لي هيبقى شوية تمارين سريعة جدا، اقدر اعمل اي تمرين لمدة 30 ثانية 3 مجاميع، واقدر اعمله الصبح وبعد الظهر، وده كده اقدر احسن عضلة القلب بتاعتي ونفسي بشكل مستمر. شكراً.